فقره الزقه السنين، لكن راح اروح سوق متواجد في العلاوي، هو سوق الازرملي في بغداد مع زميل علي الحلفي. مساء الخير مشاهدينا، اليوم في أزقة السنين جولتنا في سوق الأزرملي الذي يعد من أسواق بغداد الشهيرة. تعود تسميته إلى عائلة الأرض رملي التي نزحت من مدينة أرض روم التركية. أبرز أبناء هذه العائلة هو إبراهيم، والذي آنذاك يعد من أثرياء بغداد. اليوم احنا في سوق الازرملي، البياعه اللي موجودين بالسوق قالوا انت من اقدم الاشخاص الموجودين هنا. والله انا مو من الاقدم، بس انا تقريبا صار لي 40 سنه هنا. أنا السوق هو نفس السوق ما تغير، بس اكو من اللي يشتغلون هنا تغيروا، واللي راحوا وجوا مكانهم غيرهم، لكن نفس المحلات نفس العمل، كل من ضمن اختصاصه بالشغل، ابو المخضر ابو الفواكه ابو الاسواق ابو المخبز اللي يبيع دجاج. هاي البوابه هسه ورا ما صارت، اكو تغيير صار على السوق؟ لا ماكو، بالعكس هاي البوابه يعني ضرت على السوق، لانه هو السوق اصلا هو ضيق، والدنق اللي اثرت على السوق وضاق الطريق مال العالم ومال الرصيف. فالمفروض اذا اكو هيك طاق يصير بهيك اسواق، المفروض الطاق يصير على فد مكان كبير وواسع حتى العالم ما تتضايق، لان هو اصلا هو سوق ضيق، والعرباين والناس والمشترية. فتلاحظ العالم انه هاي الدنقة بالذات وهذيك الدنقة الثانية اللي وراي والمحلات اللي متجاوزة وطالعة اثرت على السوق، على اكثر التأثير اللي صار السلبي هو على المشتري وعلى العالم. هذا السوق كان بستان كبير تابع لعائلة الارض رملي، بعد وفاة ابراهيم ورثه ابنه قدري، باعه على امتار ليصبح محلة سكنية سميت محلة الازرملي، بعدها تغير اسمها إلى منطقة الدوريين أو محلة الدوريين التي سميت بهذا الاسم لأن أكثر ساكنيها من مدينة الدور في صلاح الدين. أنا هنا بالسوق اشتغلت تقريبا بال86. السوق هو السوق، يعني ماكو شيء يتغير به، يعني راحوا لا باب بقوا الاولاد، هذا التغير صار كوضعية العمل، هذا العمل ويا الظروف هسه تحكم البلد صارت هاي الامور كلها والخربطات والترتيبات. ولا هو شنو يعني هسه بالحالة طماطة بلف، وقبل اكو تسعيرة واكو احترام للمصلحة، هسه ماكو احترام للمصلحة، سيارات يفتر والسلعة كلها مستوردة، هاي كلها تأثر عليه من هذا التغير الصار. ولا ماكو شيء يتغير، البشر هو نفس البشر، بس هي الأمور تغيرت طبعا. مساحة قبل بذاك الوقت أمانة تحكمك، ما تطلع شبر ما تطلع تحكمك. أنا من الناس نوبة غرمونا بذاك الوقت يمكن 5000 دينار، 5 دنانير استغفر الله، طالعين شبر، هو هذا المحل نفسه شبر طلعنا خرب اساد المحل، عارفين المحل ومبسطين وين؟ على الرصيف، هو من المكمل ملك المارة، صح؟ لا لا، هذا التغير.